للمزيد من المتابعة والتحليل في سياق هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. اقتصاديا وبلغة الاقتصاد، تأمين الوثائق سواء الحكومية أو كما يتحدث السيد الرئيس تأمين أراضي الدولة لعدم التعدي عليها، إلى أي مدى من الممكن أن يكون لهذا المشروع هذا المردود المرجو منه؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. خلينا نقول طبعا ان العوائد ان هو هي عوائد على مستوى الدولة، على مستوى الافراد والمواطنين، على مستوى المستثمر. لما بنتحدث على مستوى الدولة، ازاي ان احنا بنحارب الفساد وبالاخص الفساد الاداري، ازاي ان احنا نؤمن الوثائق الحكومية، ازاي ان احنا بنمنع التزوير للمستندات الحكومية، ازاي ان احنا نأمن الجزء الخاص بالبنكنوت واصدار العملة. دي كلها نقاط مهمة جدا. ازاي ان احنا كمان بنرفع من تنافسية الاقتصاد المصري على طريق تسهيل الاجراءات واختصار الوقت والجهد، وده جزء مهم جدا بينعكس بالإجابة على سهولة ممارسة الاعمال، وبالتالي عائد مهم جدا على المستثمرين سواء المحليين او الاجانب. بالنسبه للمواطن، ازاي ان هو بيستغرق وقت قليل جدا، احنا بنتكلم من 6 ل 12 دقيقه صحيح لانهاء الاجراءات، وده زمن يعتبر قياسي مقارنه بفترات كان المواطن بيعاني من ايام. في الحقيقه دكتور علي، اللافت كمان للنظر في هذا المشروع هو ان المشروع من بدايته او من بدايه حتى تصنيع هذه الاوراق المؤمنه حتى تسليم هذه الاوراق للجهات المعنيه على حده، طبعا بأيادي مصرية، تصنيع مصري خالص. إلى أي مدى أيضا ذلك دكتور علي اقتصاديا من الممكن أن يكون له مردود على الاقتصاد المصري، خاصة وإن احنا كنا بنقوم باستيراد كل هذه المواد الخام وإن صح التعبير؟ اتفق مع حضرتك، احنا كنا بنستورد التكنولوجيا، دلوقتي اصبحنا بنصنع جزء كبير منها، وده جزء مهم جدا. النقطة الثانية، عملية التنسيق الواضح ما بين الهيئات والوزارات، وده برضه جزئية مهمة جدا، ازاي يبقى في تنسيق واضح ما بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بهذا الأمر علشان يطلع منتج نقدر نفتخر به جميعا. مش عاوزين ننسى ان احنا في ظل تداعيات جائحة كورونا، والدولة عندها من القدرة ومن الإصرار انها تستكمل مشروعاتها اللي كان مخطط ليها التنفيذ في موعدها، وكمان ازاي ان احنا بنتحدث عن مشروع بيقارب تكلفته المليار دولار، وبيأتي ذلك في ظل الضغوط اللي فرضتها جائحه كورونا على الاقتصاد العالمي ومن الاقتصاد المصري. لكن ازاي ان احنا بخطه ثابته وباصلاحات اقتصاديه وبايدي مصريه نقدر ان احنا يكون عندنا من القدره ومن الاراده ان احنا نستكمل مشروعاتنا اللي بتعود على المواطن بالنفع، وهي من المواطن للمواطن. يعني هي الفكره كلها ازاي ان احنا بنخلق الانجازات هي. طيب من هذا المنطلق يا دكتور علي، العوده على المواطن، يعني يجب ان نوضح للساده المشاهدين، دائما ما او غالبا ما تكون هنالك مشروعات قوميه زي او مثل هذا المشروع ما بيكونش مردودها اقتصادي على قد ما بيكون مردودها تأميني. الاتجاه نحو الرقمنة بشكل عام دي خطة ونهج للدولة من فترة طويلة، إلى أي مدى ده من الممكن أن هو يكون ليه مردود آخر على المواطن؟ خليني أقول لحضرتك على جزئية مهمة، حتى أن الرقمنة بحد ذاتها هي ليها عائد اقتصادي على المواطن، بمعنى أنا لما بوفر الوقت وبوفر جهد وبمنع فساد، دي كلها كانت تكاليف بيتحملها المواطن، أنا بوفر عليه التكاليف دي كلها. إن أنا دلوقتي يبقى الإجراءات فيها نوع من أنواع التسهيل ويكون فيها اختصار العديد من الإجراءات اللي كان بيعاني منها المواطن، أنا كده بقلل عليه تكاليف. المواطن اللي كان بينتقل من جهة لأخرى من وزارة لأخرى عشان ياخد إمضاءات، والموظف موجود النهارده ولا مش موجود النهارده، والأمور اللي إحنا كنا بنعاني منها، والخزنة اللي بتقفل الساعة 12، دي كلها مشاكل وتكاليف كان المواطن بيتحملها. أنا بوفر عليه كل التكاليف ديت، بعمله نوع من أنواع التسهيل للإجراءات، بعرفه إيه الأوائل اللي هي مطلوبة، بقدر إن أنا أوفر له مكان واحد
يقدر ان هو يلاقي فيه كل الاوراق ويقدر يلاقي التنسيق اللي ما بين الوزارات، فبالتالي انا بقلل بشكل كبير من التكاليف اللي كان بيتحملها المواطن، بوفر عليه الوقت المجهود. الفساد والفساد تكلفه غير مقدره، ودي كانت مشكله بيعاني منها المواطن، وكنا كلنا للاسف وصلنا في وقت من الاوقات ان احنا اصبحنا بنتعايش مع هذا الامر الخاطئ. الدوله كان عندها من الاراده ومن الحكمه في محاربه الفساد الاداري عن طريق الرقمنه وعن طريق التكنولوجيا، بجانب ان احنا بنواكب الاقتصاد العالمي اللي هو اصبح بيتحرك بشكل كبير جدا بهذا المفهوم. طيب دكتور علي، سؤالي تالي حضرتك متعلق ب فكرة لغة التنسيق في الاقتصاد بشكل عام. حضرتك في سياق حديثك اتكلمت عن التنسيق الواضح بين الهيئات، يمكن هذا التنسيق لم نراه في هذا المشروع فحسب، إنما هي أصبحت لغة ونهج بتنتهج الحكومة في كل المشروعات. إلى أي مدى من الممكن برضو اقتصاديا دكتور علي ده يكون لي المردود المرجو من كل هذه المشاريع؟ فكرة تعدد الجهات دي كانت مشكلة بتخلق معاها نوع من أنواع البيروقراطية والروتين اللي كانت بتأثر أكيد بالسلب على مناخ الاستثمار وعلى سهولة ممارسة الأعمال في مصر، وكانت بتضعف من التنافسية بالنسبة للاقتصاد المصري بالرغم من الموارد والامكانيات اللي بتمتلكها الدوله. لكن عمليه التنسيق ديت هي اللي كمان ابتدت تاكد الخطوات الثابته والنجاح للخطوات دي والنجاح للمشروعات اللي الدوله قامت بيها خلال الفتره القليله الماضيه. عمليه التنسيق ديت كانت جزء مهم لان احنا برضه كنا بنعاني بشكل كبير من فكره الجزء المنعزله، بمعنى ان كل وزاره كل هيئه بتحب ان هي تنسب بشكل او باخر نجاحات لنفسها، كانت بتؤثر بشكل كبير على الاداء الاقتصادي والاجتماعي. لكن عمليه التنسيق ديت ابتدت ان هي تعمل نوع من انواع سرعه في كثير من الخطوات، تعمل نجاح للمشروعات. وخلينا برضه اكد على فكره متابعه سياده الرئيس للملفات بنفسه، وده كمان كان بيذلل جزء كبير من العقبات. مجلس النواب بتعديله العديد من القوانين والتشريعات المنظمه للعمل، ده كان جزء مهم جدا قدر ان هو يخلق معاه تعاون مثمر ابتدى ان هو يعود بشكل مباشر على الدوله المصريه وعلى مواطن مصر. طيب دكتور علي، سؤالي الاخير لحضرتك متعلق بماذا ننتظر من هذا المشروع، واين من المتوقع ان يضع هذا المشروع لمصر موطئ قدم، وماذا تتوقع في الأيام المقبلة من مردود وعوائد، خاصة أنه الموضوع لن يكون بالطبع مقتصر على مصر فحسب؟ خلينا نقول ان هو اعلان من جانب الدوله المصريه للعالم كله على ان الاقتصاد المصري بياخد خطوات ثابته اتجاه التحول لاقتصاد رقمي، ان الدوله بتاخده بخطوات ثابته اتجاه التحول الرقمي واتجاه تذليل كافه العقبات امام المواطن وامام المستثمر. العوائد هتظل في تزايد وسرعه ووتيره النجاح الحمد لله ماشيه بخطى ثابته. صحيح صحيح. طيب وإذا كنا نتحدث أن مردود هذا المشروع لن يكون مقتصر على مصر، هل تتوقع أن يتم التوسع حتى أن ربما يشمل دول إفريقية شقيقة على سبيل المثال؟ أعتقد أن الفترة الأخيرة احنا شفنا عديد من الدول الإفريقية كانت بتتعاون مع مصر في عديد من الملفات، وكان عندهم من الرغبة لنقل تجربة الإصلاح الاقتصادي للدول الإفريقية، وبالتالي أعتقد أن ملف التحول الرقمي وأيضا ملف الشمول المالي من الملفات اللي القارة الإفريقية بتسعى جاهدة لنقل تجربة مصر إليه. نعم دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على تواجد حضرتك معنا.